السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاوتوتي، عاملين ايه؟ معاكم ندى احمد، ودي قناة وين ندى الايطالي اونلاين. وبإذن الله مكملين فيديو شرح الوحدة الثالثة من كتاب بروجيتو ايطاليانو دول. في الفيديو ده هنعمل ايه، او في اللتشين ده هنعمل ايه؟ ببساطة شديدة جدا عندنا 6 صفحات لازم نخلصهم النهاردة بإذن الله. ممكن نقسمهم 3 و3 كلهم بصوت زي ما احنا شايفين كده. هناخد كده في اول صفحة حاجات عن الالبرجي وبرينوتاريو نا كاميرا، وهنسمع اسكولتو ونحل عليه اسئلته البسيطة جدا، بس هنطلع بشوية كلمات وطريقة للحجز لطيفة جدا. وبعدين هننزل كده عندنا صور كتير، بقية شرح قاعدة الكومباراتسيوني المقارنة، شوية صور اهي والدنيا لطيفة. هنكمل شوية معلومات عن فيرنسا والمعالم بتاعتها، هننزل كده نكمل بقية القاعدة وبرضو صور والدنيا لطيفة يعني، والاسكولتو والجزء بتاع السكريبتورا. هيتبقى لنا بس في الأونيتا دي 3 صفحات كده كلهم زي ما انتوا شايفين. بس يا عم عايزين نشرح، عندنا 3 صفحات دول كلهم كده ايه كلام كتير، فدول اللي هنأجلهم للمرة الجاية بإذن الله، ونكون خلصنا بإذن الله الأونيتا. فيلا بينا نبدأ. كومينشام. Esercizio numero C, vorrei prenotare una camera, يعني عايز احجز اوضه. طبعا prenotare يحجز النومي منه او sostantivo منه prenotazione. يبقى in base numero 1 بقى in base a quali criteri scegliereste un albergo. criteri اللي هي معايير، بناء او استنادا على اي المعايير او انهي معايير ممكن ان انتوا تختاروا un albergo. come dovrebbe essere، المفروض يكون عامل ازاي. parlatene، اتكلموا في الموضوع ده. يلا اتكلموا بقى بودلا. نمرو دوه، اسكولتاتي كوستا بوبليشيتا، اسمعوا الاعلانات دي. اي سنياتي كون اونا اكس لي افرماتيوني جوستة. عندنا 5 دوماندة، المفروض ان احنا نسمع الديالوجو بوبليشيتا، شوية اعلانات اللي هي انونشي، بس البوبليشيتا اللي هي بتيجي اكتر في الراديو وفي الـ في الـ في التيفو يعني. هنسمع ونحل الـ5 جمل دول. للبرجو ايه، فهو كله بيتكلم عن اسامي الفنادق او كده، فاحنا نسمع الديالوج مره، ولو احتاج ممكن نسمعه اكتر من مره. يلا بينا. unità 3 C2. cara, mi vuoi sposare? No, ma neanche se ti porto nel più bello albergo di Roma. No. E neanche se il posto si chiama Lodi dei. Ma quale? Quel meraviglioso albergo immerso nel verde. Sì. Dove ci sono i gazebo e la piscina all'aperto. Sì. Dove si può gustare un menù eccezionale. Sì. Dove c'è quel grande parcheggio per gli ospiti. Sì. Ho deciso, ti sposo. E allora vado subito a prenotare in via Aurelia Antica 415, telefono 0666420. L'Holiday Inn, dove i sogni diventano realtà. ممكن يكون صعب سيكا متفهمة، خاصة ان هو الصوت مشوش شوية، وكمان الصوت مش واضح قوي يعني. ف ده الطبيعي، لان هو ده بقى الصوت اللي انت هتسمعه في الشارع وهتتكلموا بيه وكده، مش بقى الصوت اللي هو متسجل في الاستوديو بالاصوات الواضحة والفويس اوفر والجو ده. فهشغله مرة كمان يعني فيلوسيتا اقل، نسمعه كده ونحاول نجاوب، وهنكتشف ان الاجابات كلها يعني موجودة عادي، شوية تركيز بس ما تخطوش. Unità 3 C2. Cara, mi vuoi sposare? No. La che da noi un piccolo. Un attimino. Ma neanche se ti porto nel più bello albergo di Roma. No. E neanche se il posto si chiama Lodi dei. Ma quale? Quel meraviglioso albergo immerso nel verde. Sì. Dove ci sono i gazebo e la piscina all'aperto. Sì. Dove si può gustare un menù eccezionale. Sì. Dove c'è quel grande parcheggio per gli ospiti. Sì. Ho deciso, ti sposo. E allora vado subito a prenotare in via Aurelia Antica 415, telefono 0666420. الهوليداي دي، دوه سوني بيفنتن اوريالتا. طيب بعيدا عن الدوشه اللي احنا عملناها دي وكميه الموسيقى اللي موجوده، حاولتوا تلقطوا كام حاجه، وقفوا كده وحاولوا تسمعوا اكتر من مره، وهاتوا اخركم فيه، وبعدين رجعوا الفيديو تاني وانا هشرحه دلوقتي على بعض. طيب نرجعوا بقى للصوت الطبيعي.
Un ciavello. Ecco in verso nel 2. Allora. Cara, mi vuoi sposare? No. Cara, mi puoi sposare? Azizati ani, mucca te gausini, vuoi un bari mi? Ma neanche se ti porto nel più bello albergo di Roma. Non è un'altra che ti porto, se ti porto nel, nell'albergo più bello nel mondo, di chi ahla, yani, hotel fil island. E neanche se il posto si chiama Lonely Inn. Fai quella mora per quello no? Fai quella il posto, neanche se il posto si chiama Lonely Day Inn. Tomar hafil akka ma bi intaqush khalas. Lonely Day Inn. Fada ismi l'albergo. Hena ba bada ittehtam yani. Tomar hiya pubblicità l'albergo. Quale quel meraviglioso albergo immerso nel verde? Quel meraviglioso, il fazia tuhfa, albergo immerso nel verde, yani وسط الخضرة او المحاط بالخضرة فهو دي كولوري verde لونه اخضر لا immerso محاط بالverde سي immenso e verde ضخم او grande جدا و verde فلا ف immenso عشان احنا عندنا هنا ثلاث كلمات هيبقوا شبه بعض immerso وسط زي بتساوي immenso بالظبط immerso نص في نص الخضرة يعني محاط بالخضرة immenso con la N بقى مش R يعني ضخم grande وعندنا هنا كمان ammessi هيكون معناها مسموح بيهم فا immerso غير immenso غير ammesso طيب فهو هي بتقوله بقى هو الالبرجو اللي immerso nel verde الجامد جدا ده فيقول لها سي فهي هتقول dove ci sono i gazebo e la piscina all'aperto مش عارفة دوفي تشي سونو ايه كده وبتشينا على بيرتو بتشينا طبعا البتشينا اللي هو حمام السباحة البول على بيرتو في الهواء يعني مش مقفول دوفي سي بو اللي المرء يستطيع فيه ان هو ايه جوستاري ومنو اتشيتسيونالي يدوق منيو او يعني مجموعة اكل اتشيتسيونالي استثنائية فهتبقى الاجابة هنا للبرجو ا اونوكيمو ريستورانتي مطعم ممتاز تيبيكو ده اللي هو اكل تيبيكال او اكل محلي بمعنى انت لما تيجي اسكندريه مثلا تاكل ايه مش عارفه مكرونه بالجمبري مثلا ايه مكرونه بالجمبري جمبري بالملوخيه مثلا فدي كده الاكله اللي معروفه بيها مثلا اسكندريه تروح مش عارفه فين تاكل ايه فهو ده كده اسمه ريستورانت تيبيكو يعني مطعم بيقدم الاكل التيبيكال او الاكل المحلي بتاع المكان ده تري ريستورانت طبعا اللي هو ثلاث مطاعم فلا dove c'è quel grande parcheggio per gli ospiti dove c'è quel grande parcheggio per gli ospiti يعني عندنا park parking ده المكان اللي بيركنوا فيه جراج كبير عشان gli ospiti لما يجي لنا ضيوف ho deciso ti sposo ho deciso correct ti sposo هتجوزك vado subito a prenotare a وقامت قايله بقى فيا مش عارفه ايه بتقول العنوان وبعد كده هتقول رقم التليفون vado subito a prenotare هروح فورا احجز فكده الحل عندنا بقى من الاول ان هو اسمه holiday inn تمام و immerso nel verde و un ottimo ristorante و un grande parcheggio و هنا بقى بيقول i due ragazzi الولدين دول او الشباب دول يعني مالهم sono sposati ولا sono fidanzati ولا sono amici فطبعا هما فيدانساتي لان هو في الاول بيقول لها كارا فاكيد مش هيقول للاميكا بتاعته كارا ومش سوزاتي عشان هما لسه بيتجوزوا فسونو فيدانساتي مخطوبين تمام الحته دي بس هي عايزه اوضح فيها ان يا جماعه في معظم الاحوال لما بتبداوا بقى ان انتوا تخشوا في الايطالي اللي بجد اللي هو بقى تبداوا ان انتوا تسيبوا الاسكولتو اللي متجهز باحدث مايكات واحدث استوديوهات وفويس اوفر وجوده وتخشوا بقى ليه الايطالي بتاع الشارع اللي فعلا بيبقى فيه اللي هي الخضة بس بتاعت الاول كده ايه ده المزيكا دي ايه ده الصوت مش واضح ايه ده هما بيتكلموا بسرعه كده ليه ايه ده هما بيبلعوا نص الكلام ليه هما بس الموضوع بيبقى خضة اولانيه لو انت عندك ثبات انفعالي وهديت كده هتلاقي ان انت عارف كل الكلام اللي بيتقال عادي جدا يعني انت بتبقى درسته اوريدي بس هو الخضة الاولانيه بس هما بيلعبوا على الخضة دي حتى لما تروح انت تقدم تشتغل عشان تشتغل كول سنتر بتكلمك بنفس الكلام الكلام ده انا قلته في فيديو قبل كده ان انت بتتكلم يعني بتكلمك حاجات انت عارفها انت متاكد ان انت عارفها زي لما تقول لك عرفي نفسك او نوعي بطاقتك او كده دي كلمات انت متاكد ان انت عارفها بس هي بتخضك ان هي بتتكلم بسرعه فجاه بتشبك الكلام في بعضه عشان تشوف رد فعلك لما تتكلم مع العملاء فالناس بتتجنب ان هي تتكلم مع العملاء في التليفون وبتفضل الشات في الاول عشان تقول لك ايه مش هفهمهم وكده
في حين انت في الاخر انت تسيب العميل يتكلم شويه هتلاقي نفسك في الاخر فهمته يعني، حتى لو هو واقف دوشه، حتى لو واقف في ايه يعني. فكموكو يعني ما تلاقوش عامه من الايطالي يعني بتاع الشارع او الايطالي الحقيقي، هو الدنيا ابسط مما انتوا تتوقعوا. طيب نمره 3 adesso ascoltate un dialogo، هنسمع ديالوجو تاني. sottolineate i servizi menzionati، وهنخطط على السيرفيسي المتمنشنه في الفيديو اللي موجوده في الاسكولتو يعني. فهنا قد تبدو حاجات قديمه بس هو عشان الكتاب قديم ف يعني تعتبر هنا رفاهيات. بيكول يعني ماريا ميسي، يعني الحيوانات الصغيره أطقوط كلبوب الحاجات دي أمسي مسموح بيهم. تي في ساتليتاري عندنا ديش، واو. أتشيسو إنترنت عندنا نت، وعندنا ميني بار اللي هو فيجو بار اللي هو الدرجات الصغيرة دي. لينيا تليفونيكا ديريكت عندنا خط تليفون أرضي يا بلاش والله. باركيجو عندنا مكان تركن فيه. بشينا اللي هو البول أو حمام السباحة. باليسترا اللي هو الجيم. أريا كونديتيوناتا اللي هو التكييف يعني. ريستورانت عندنا مطعم. فدي كلها خدمات او سيرفيسي ممكن تكون موجوده. احنا بقى المفروض ان ايه نسمع الاسكولتو ونشوف اللي موجود بقى في الاسكولتو. طبعا كان ده كان بقيه القديم. Unità 3, C3. Pronto, Holiday Inn. Pronto, buongiorno. Avrei bisogno di alcune informazioni. Prego, dica pure. Dove siete esattamente? L'albergo è lontano dal centro di Roma? No, signore. Il centro storico è a due fermate con la metro. Benissimo. Vorrei prenotare una camera dal 20 al 25 luglio. Singolo o matrimoniale? Una matrimoniale. Può dirmi il prezzo per quattro notti? Se ne avete una libera, cioè. Certo, le camere doppie vanno da 160 euro a 240 euro a notte. Bene, se possibile vorrei una camera silenziosa. Aspetti che controllo. Ha detto dal 20 al 25 luglio. Sì, la 422, che ha anche un bel terrazzo sul parco, e in quel periodo è libera. Sono 180 euro a notte. 180? Le camere hanno la TV satellitare? Certo. TV satellitare, pay TV e accesso a internet. E aria condizionata, naturalmente. Certo, si capisce. Benissimo. Ancora una domanda, per favore. I cani sono ammessi? Certo, signore. Con un piccolo sovrapprezzo di 15 euro a notte, è possibile portare anche piccoli animali. Questa sì che è una bella notizia. Così non dobbiamo lasciare il nostro Fuffi da amici. Allora, possiamo fare la prenotazione? Certo. Mi può dire il suo nome, per favore? Mi chiamo Rabetti Andrea. Si scrive R A B E T T I. Perfetto, signor Rabetti. Però mi servirebbe anche una conferma per fax con il numero della sua carta di credito, sa, come garanzia. Sì, sì, ve lo mando oggi in giornata. Perfetto, allora. Grazie e arrivederci. Arrivederla. Ok, كالعادة برضو مش لازم نفهم ايه الاسكولت كله، ولكن على الاقل احنا سمعنا شوية حاجات زي ان هو في تي في او تيفو ساتليتاري وبيكولي يعني ماريا ميسي وفي لينيا تليفونيكا واريا كونديتيوناتا واتشيسو انترنت. دي الحاجات اللي انا سمعتها، ولو حد سمع حاجة تانية يقول برضو نقدم كده نسمع الديالوجو مرة كمان نفصصه. وطبعا ميركوماندو ان انتو كده كده اي ديالوجو بشغله ترجعوا تسمعوه 3-4 مرات ولا حاجة يعني. انا ما برضوش اكرره عشان ما ازهقش، هو كده كده الفيديو متسجل فانتوا ممكن ترجعوا تعملوه، بس انتوا ما تعملوش سكيب للخطوه دي. Certo, TV 22 che anche bene. Sta matrimoniale. No, signore. Oh, Holiday Inn. Pronto, buongiorno. Avrei bisogno di alcune informazioni. Pronto, buongiorno. Allo, صباح الخير. Avrei bisogno di qualche informazione. يعني انا محتاج مساعدة في أو أنا محتاج شوية معلومات. qualche informazione. avrei bisogno اللي هو avere bisogno متصرف فيه كونديشنالي عشان هو راجل محترم. prego dica pure. prego dica pure. قولي أكيد، قولي وش أقدر أساعدك إزاي يعني. prego تفضل. فبرضو prego dica pure عشان هي محترمة، ممكن تقول سي ديمي دي كده تبقى محترمة. Dove siete esattamente? In Tufan Bizzot. L'albergo è lontano dal centro di Roma. L'albergo è lontano dal centro di Roma.
الفندق بقى بعيد عن وسط مدينة روما؟ No, signore. Il centro storico è a due fermate con la metro. Il centro storico, il وسط المدينة storico, تاريخي بقى معرفش ده اسمه مكان الشنترو هناك ولا ايه, e a due fermate. Fermate, جمع فرماتة اللي هي محطة الأوتوبيس, يعني يبعد عننا بمحطتين أوتوبيس. Benissimo. Vorrei prenotare una camera dal 20 al 25 luglio. Dal 20 al 25 luglio. عايز أحجز أوضة كاميرا أوضة نوم من 20 ل 25 لوليو. Singolo o matrimoniale? Singolo o matrimoniale. Matrimoniale من كلمة matrimonio, دي اللي هي دبل, يعني اللي هو فيها سرير يكفي شخصين, أو singolo اللي هو سرير واحد صغير يكفي شخص واحد. Una matrimoniale. Può dirmi il prezzo per quattro notti? ديرمي تقدري تقولي لي, طبعا هنا بنتصرف مع الفورمه دي كورتيزيه, ديرمي البريتسو بير 4 نوتي, اربع ليالي هيكلفوني كام؟ Vedi una libera cioè. Certo, le camere doppie vanno da 160 euro a 240 euro a notte. Bene, se possibile vorrei una camera silenziosa. تمام, فهي قالت له السعر وهو قال لها اوبتيمو, عايز اوضه كاميرا ايه سيلنسيوزا, من سيلنسيو اللي هو عايز اوضه هاديه ما يكونش مثلا عند الممر او عند البشينه مثلا في صوت كتير وكده. انت كي كنترولو ha detto dal 20 al 25 luglio. Sì, la 422 che ha anche un bel. تمام, aspetti che controllo, استنى كده هدور. انا لقيت لك الاوضه دي, انت قلت لي من مده كذا لمده كذا. تمام, عندي اوضه رقم مش عارف 4000 وكام sul parco e in quel periodo è libera. Sono 180 euro a notte. يبقى هي قاعده على الباركو, يعني بتطل على الحديقه, وفي الوقت ده هي ليبرا فاضيه. وقامت قايله له السعر تقريبا 180. 180. Le camere hanno la TV satellitare? Certo, TV satellitare, pay TV e accesso a internet. فلقى السعر كبير كده فبدا بقى يتامر, طب يعني انتوا عندكم تي في ساتليتاري؟ قالت له تشيرتو وباي تي في. باي اللي هو بيلو في الجمع اللي هو باي تي في, اعتقد ان احنا شرحنا امتى نقول بيلي وباي والحاجات دي قبل كده, لو مش شرحتهاش عرفوني وبكتبها في الكومنت. اريا كونديشناتا ناتورالمنت, وقالت له كمان في اكسس في انترنت, وقام هو قال ايه اريا كونديشناتا ناتورالمنت, ايه استنى كده ناتورالمنت تقريبا. Ha detto dal 20 al 25 luglio. Sì, la 422 che ha anche un bel terrazzo sul parco e in quel periodo è libera. Sono 180 euro a notte. 180? Le camere hanno la TV satellitare? Certo, TV satellitare, pay TV e accesso a internet. E aria condizionata, naturalmente. Certo, si capisce. Bene. Naturalmente, بطبيعة الحال, يعني أكيد بقى وش فيها أريا كونديشناتا تكييف, فهي تقوله شارتو سي كابيشي. وفي كمان حاجة تانية تسأل سي فيدي. سي فيدي اللي هو واضح, لو لما حد يقولك حاجة وانت أكيد واضحة هي سي فيدي, أيوة واضح قدامي. أو سي كابيشي, أكيد سي كابيشي اللي هو واضح من السعر ومن مستوى الخدمة اللي احنا مقدمه ان أكيد الأريا كونديشناتا موجودة. سي كابيشي أو سي فيدي. Ancora una domanda per favore. Ancora una domanda per favore? لا, يعني لسه فاضل لي سؤال كمان من فضلك. I cani sono ammessi? Certo signore, con un piccolo sovrapprezzo di 15 euro a notte è possibile portare anche piccoli animali. هيقول لها بقى i cani sono ammessi, مسموح باصطحاب الكلاب, فهتقول له وفي كمان سفره مش عارفه ايه كده, تقريبا ده مكان بيحتفظوا بيه بالحيوانات او بيدلعوها او حاجه زي كده, او مكان بيحتفظوا بيه فيه يعني فيه بالحيوانات جوه الاوضه, مش متاكده عشان مفيش. وهتقول له بريتسو ادجونتيفو, يعني ليها سعر خاص لوحدها كده زياده, وهيقوم طبعا يلوب السعر. فهنا هيقول لها تشيرتو طب كده كويس, عشان كده الفوفو ولا مش عارفه الفوفي بتاعنا ده ما تسيبوش مع صحابنا. Stasì che una bella notizia. Così non dobbiamo lasciare il nostro fuffi da amici. Dovremmo lasciare i nostri fuffi, الكلب بتاعنا اللي اسمه فوفي, dai nostri amici, عند صحابنا. Ora possiamo fare la prenotazione. Certo, mi può dire il suo nome, per favore? يبقى ممكن ان احنا possiamo fare la prenotazione, ممكن نحجز دلوقتي, فتقول له certo, mi può dare il suo nome per favore, اللي هو اديني اسمك يعني عشان اعمل حجز, او بيتقال a che nome, باسم مين؟ a che nome. Mi chiamo Rapetti Andrea. Si scrive R A P E T T I. Perfetto, signor Rapetti.
Però mi servirebbe anche una conferma per fax, con il numero della sua carta di credito, Asako. فهو يقول لها بقى تمام يلا اسمي كذا. فعشان هي قبل ما تسأل كومي سيسكريفي قال لها سيسكريفي ومقايل السبيلينج قال لها الحروف. بس فعليا هما بيستخدموا اسمه ايه ده الفابيتو تليفونيكو اللي هو مثلا A دي أنكونا B دي بولونيا S دي سابونا مثلا وهكذا. ما بيقولش A B S والجو ده. ممكن تبص عليها بس لأنها مفيدة. وبعد كده هتقول له سي برو مي سيرفيرب يعني هحتاج ايضا كمان كونفيرما تاكيد فيا فاكس. طبعا الفاكس ده انقرض من الاف السنين. كل كون بقى ايه نور دي كارتا ارقام الكارتا بتاعتك. فتقول له سا كومي جارانسيا زي ضمان. جارانسيا سي سي مي لو ماندو اوجي ان جورناتا. بيرفكتو allora grazie e arrivederci. Ve lo mando oggi in giornata, cioè في تقريبا فهبعتهم لكم النهارده يعني ve lo mando هبعتهم لكم او اللي هو الفاكس ده و grazie arrivederci هو لا arrivederci مش arrivederci عشان برضه هو محترم يعني نقاش محترم بين اتنين محترمين وبس. فهو ده كان الاسكولتو ده. بعد كده ascoltate di nuovo e segnate le affermazioni presenti nella conversazione. طبعا احنا فصصناها مش محتاجين بقى نسمعها تاني. L'albergo è vicino al Colosseo. هي ما جابش سيرة الكولوسيو بس لو الشنترو ستوريكو ده يحتوي على الكولوسيو يبقى اه. انا المعلومة دي جغرافيا مش عندي بصراحة. نمرو 2 il signor Rapetti vuole una camera matrimoniale. Sì, vero. L'albergo ha camere con vista sul parco. Sì, بدليل ان هي بتقوله اصلا الكاميرا اللي هو حجزها دي con un terrazzo تراز او اللي هو البلكونة الكبيرة دي sul parco بتبص على الحديقة. فيستا اللي هي الرؤية. في كمان فيستا ماري اللي هو بتطل على البحر بيتقال عليها con vista mare. La camera 422 è la migliore dell'hotel. Può darsi, sì, ممكن نقول ليها giusto. Per gli animali è previsto un sconto. لا العكس ده هو في يعني prezzo aggiuntivo او كوستو اجونتيفو يعني هيدفع لهم فلوس زياده. طبعا è previsto من المتوقع. Il signor Rapetti chiede indicazioni su come arrivare. No, هو ما سألش على indicazioni stradali. هو ما سألهاش انا اوصل لكم ازاي من شارع كذا مثلا او كده. ده هو بيسأل هو dove si trova يعني dove siete انتوا فين عشان يعرف بس هو في مكان كويس ولا بعيد عن وسط المدينه. يبقى نمرو 6 مش معانا ونمرو 5 برضو مش معانا. ممكن الباقي نقول ان هم معانا يعني. نمرو 1 بس هي المشكوك في امرها يعني. طيب يلا بينا. In coppia cercate di completare con le espressioni che avete sentito. Alla fine ascoltate il dialogo per verificare le vostre risposte e fate il roleplay. Roleplay اشهر حاجة بتتعمل في sessions di conversazioni ان حد يعمل دور مثلا السكرتارية مثلا وحد تاني دور الكلينت ويحاول ان هم يقلدوا الديالوج اللي اتعمل ده. prenotare una camera و chiedere informazioni. prenotare una camera عشان تطلب كاميرا مثلا هتسأل بقى مثلا الالبرجو dove siete posso fare la prenotazione oggi vorrei مثلا una camera silenziosa وهكذا. فتمام يعني كلهم في محيط الديالوج اللي احنا سمعناه. A chiama un albergo per prenotare una camera. Il collega اللي هيبقى A هو اللي هيكلم اللي هيكلم الالبرجو عشان يحكي الأوضة وكده informazioni sui prezzi, i servizi e altre caratteristiche dell'albergo. و B ده اللي هيكون impiegato او impiegata بتاع الالبرجو وهيدي ده tutte le informazioni richieste cercando di aiutare quanto possibile. فحد هيقوم بدور الامبيجات وحد هيقوم بدور الكلينت ويلا يا ولاد ذاكروا مع بعض. نمبر 6 leggete questi due testi. Qual è l'albergo più grande? أني فيهم أكبر. È il più caro? أني فيهم أغلى. Il più tranquillo? أني أهدى. Quello più vicino alla stazione ferroviaria. أنا ما بحبش الكلمة دي. Alla stazione ferroviaria. اللي هو مين كمان أقرب للسكة الحديد. Rispondete alle domande scambiandovi ho fine اصلا il testo. Scambia oh da المفروض احنا نقرا من الكتاب ده. Scherziamo? Ma scherziamo? Ah, sì, ho capito. Best Western Hotel.
ريفولي وبست وسترن اوتيل برضو، بس في سبرينج هاوس. ده عنوان يعني، ففي اوتيل اسمه ريفولي او ريفولي، وفي اوتيل تاني اسمه سبرينج هاوس. طبعا يعني سي فيدي او سي كابيشي ان احنا ما نقدرش نقرا من الكلام ده. فما علينا، rinunciamo a questo esercizio. Io rispondete alle domande scambiandovi opinioni con i vostri compagni di classe. Quale dei due alberghi scegliereste e perché? Scambiatevi opinioni. هتختاروا انهي وليه وتبادلوا الاراء. Che somiglianze o differenze notate e auguro che tecevo con l'ichtelef. Parlatene, تحدثوا في هذا الموضوع. Vi piace prenotare una in albergo? Prenotare le dobbiate pernottare osvalama pernottare vi piace pernottare in albergo? Motivate le vostre risposte. طب يعني a dire la verità انا ما اعرفش يعني ايه pernottare. هو طبعا واضح ان انت تقضي الليله في اوتيل، بس احنا برضه نتاكد. يلا بينا pernottare. سي يبات او ينام، فواضح طبعا كلمه نوتاري شكلها شبه نوتي كده يعني ينام. مش ادي كلمه جديده استفدناها. بير نوتاري ان البرجو، تحبوا انتوا تقضوا الليله بتاعتكم او تباتوا في فندق. موتيفاتي يعني دعموا اجاباتكم باسباب. طبعا دي بقى وظايف سيشنز الكونفرساسيون اللي انا ما بعرفش اعملها لحد دلوقتي. فاحنا كده معانا البيزك، معانا الاسبريسيوني وسمعنا الاسكورتو فهمناه. توكا فوي بقى ان انتوا تعملوا كونفرساسيون مع زمايلكم، او انتوا بقى تشوفوا لكم حد نيتيف يعمل لكم كونفرساسيون بقى. دي مش دوري بصراحه، مش ملعبي. طيب نمره دي البيو بيلو. ممكن بقى كمان على فكره في شغل كول سنتر حجز فنادق وكده، الحاجات دي هتبقى يعني لطيفه ليه وهتديكم كمان خبره. فميركوماندو يعني ان انتوا تبصوا على الاكونتات بتاعت الكول سنتر اللي بتشتغل في حجز الفنادق وكده، لانها تديكم خبره حتى في الحياه العمليه يعني. طيب البيو بيلو اوستر، احنا بقى هنخش كده في ازرشيت جديد. ممكن دلوقتي تاخدوا بريك لو عايزين، ممكن نقسم الفيديو على 3 مراحل. مش فاكره ممكن كام ازرشيت، بس ممكن تاخدوا بريك دلوقتي. البيو بيلو اوستيرفاتي كومبليتاتي لا تابيلا كي سيجوي. عندنا هنا دي شكلها كارتا دي كريديتو، اسمها كارتا ايركا لا بيو بريزيوزا، الاغلى او الاثمن او الاجمل، لا بيو سيكورا، الامن. البيو جراندي ديلا موسيكا ايطاليانا، عمالقه الموسيكا ايطاليانا زي فاسكو وزي تشيليتانو وزي كوتشانتي. طبعا دي ناس زمانها تحللت يعني. وعندنا هنا السوبرلاتيفو ريلاتيفو دي ادجتيفي اللي هو المقارنه المطلقه. احنا في الفيديو اللي فات لا لسيون سكورسا ابيامو سبيغاتو ايه بقى، ابيامو ستودياتو السوبرلاتيفو، مش السوبرلاتيفو الكومبرنسيوني برو، اللي هي grado quali gradi di uguaglianza di maggioranza او di minoranza. يعني في حاجتين بنقارنهم ببعض، هما بقى يا متساويين يا في حاجه بتفوق الثانيه او في حاجه بتقل عن الثانيه. ولكن هنا عندنا حاجه واحده هي اللي تفوق الكل. نقول بقى ده ازاي؟ فاكرين في اول ديالوجو في الانتا لما كان بيقول نابولي لا تشيتا بيو بيلا نيل موندو او لا تشيتا بيو بيلا ديل موندو؟ هو ده، او في الجمله دي ممكن نختصر كده بالظبط السوبرلاتيفو، ان انا بجيب الارتيكولو والحاجه. يعني فيرنسا مثلا دي تعتبر تشيتا، فلا تشيتا بيو او مينو هو الصفه ديل موندو او ديل تشيتا او دي ايطاليا او دي اي حاجه. مثلا ألساندريا هي la città più bella d'Egitto مثلا. ادي كده سوبرلاتيفو، انا مش بقارن بين حاجتين، انا بقول ان انا بفضل حاجه عن بقيه كل الحاجات مثيلتها. يعني نطبق بالامثله. اي جراند لالبرجو، البرجو ده كبير. سي اي لالبرجو بيو جراند ديلا زونا، اكبر فندق في الزونا. فطبعا زونا منطقه، حاطين الارتيكولو الابوستروفو نوعه او يعني الكلمه دي عباره عن ايه، البرجو وبيو او مينو والصفه ودي والحاجه اللي احنا يعني انا بفضل ايه على ايه. مش عارفه اشرح قوي بالعربي، بس انا متاكده ان المعنى وصل لكم، هي بسيطه يعني. ليتاليا ا مولتي بيلي تشيتا. سي ما روما اي
la più bella. أو e la città più bella. وشال هنا الجزء بتاع بيلا تسونا أو دي إيطاليا أو أي حاجة. الفكرة بس إن إحنا بنحط أداة التعريف اللي لايقة مع الحاجة اللي إحنا بنفضلها و بيو أو مينو والصفة. عايزين بقى كمان نقول دي كذا تمام. مش عايزين نقول خلاص أنا كده استخدمت السوبرلاتيف بتاعتي. ادي فيتشلا كويستو ازرشيتيو. الازرشيتيو ده صعب. نو فورسي اي الازرشيتيو مينو ديفيتشلا دلونيتا. الارتيكولو والحاجة ومينو او بيو والصفة ودي وبقية الحاجات. ايه عنتيكو كوال مونومنتو. المونومنتو ده قديم. سي ايه المونومنتو بيو عنتيكو دلا تشيتا. فاش اي حاجة. هنطبق هنا بالأمثلة. ممكن توقفوا الفيديو تكتبوا الأربع جمل دول وبعدين ترجعوا تشوفوا النطق التصحيح يعني فيريفيكات الريسبوست. عندنا هنا إزامبيو ألبرجو وكارو وتشيتا. فأم قايل كويستو إلا ألبرجو بيو كارو دلا تشيتا. ما ننساش يا جماعة الأرتيكولو ها أرتيكولو ديترميناتيف ونحطها مظبوط. ما ننساهاش لأن هي في الكومبارازيوني. اما الكومبراتيوني ما كانتش موجودة مكناش بنحط ارتيكولو لكن هنا لازم نحط ارتيكولو في السوبرلاتيفو. كوستريتي دي الفرازي سيكوندو لزيمبيو. عندنا الفريدو ستودنتي برافو كلاسي. فالشخص اللي اسمه الفريدو هو اشطر ستودنتي في الكلاسي. هنقوم قايلين الفريدو لازم الفيربو لو لازم الارتيكولو ستودنتي بيو او مينو براحتنا بيو برافو دلا كلاسي. الدي وحطينا ال بقت بريبوزيشن ارتيكولاتا دلا كلاسي. نمره 2 كانسونه بيلا لوتشانو بافاروتي. فمثلا مش عارفه لوتشانو ده اكيد اسم المؤلف يعني. فمثلا نقول كويستا اي لا كانسونه بيو بيلا دي لوتشانو بافاروتي مثلا بتاعت لوتشانو بافاروتي مش عارفه. او لو دي اسم الاغنيه اصلا فالتشانو بافاروتي الى كانسوني بيو بيلا ديل مونتو مثلا ديل موندو مثلا او ديلي اوبرا دي فلان. عادي بقى ظبطوا الجمله زي ما انتوا عايزين. 3 فينيسيا اي لا سيتا بيو ترانكويلا ديتاليا. 4 جينو اي الامبيغاتو بيو اسبيرتو او مينو اسبيرتو ديلا ازيندا في الشركه دي. اسبيرتو طبعا خبير. مفيش اي حاجه بسيطه جدا. عندنا هنا اختيارات بسيطة جدا. وسيرفاتي فوميتي. فوميتي اللي هي الصور دي زي برضو مجلة ميكي وبطوطو الجو ده. الرسومات دي اسمها فوميتي. ايش اللي هي لا بارولا جوستا بير كومبليتالي. اختاروا ايه الكلمة الصحيحة عشان تكملوها. فعندنا هنا بيرمي روما نوني سمبليتشامنت بيلا. هي مش ببساطة كده مجرد جميلة وخلاص. هي بليسيما جميلة جدا. طبعا مش بونيسيما لان هي مش اكلة يعني. تمام. بونو ده بيوصف الاكل والشرب. سي sono stato male ma ora sto bene. انا فعلا كنت مش مظبوط او مش تمام بس دلوقتي انا كويس وتمام. انسي فكرين انسي لما كلمتكم عنها في الفيديو اللي فات. انسي benissimo انا كويس جدا. moltissimo طبعا non ha senso يعني ايه كتير جدا. هو ايه اللي كتير جدا لكن benissimo اللي هو انا كويس جدا. فهنا انسي استخدمناها للمبالغه في صفه معينه. انا وصفت صفه معينه وبعدين حسيت ان انا لأ عايز ازود اكتر في الصفه دي فهقول انسي. لا ده بالعكس بقى ده انا كمان كويس جدا مش بس بيني وخلاص. بس الفكره ان هي نفس الصفه احنا بنزود درجتها بس يعني كان بيني بقت بينيسيمو. لكن احنا واحنا بنشرحها في الفيديو اللي فات كنا بنقول بير دي بيو يعني. ومش بس كده ده كمان في كذا 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 كانوا صفتين مختلفين. فانا بزود صفه زياده مش بزود درجه الصفه. يا رب ما يكونش فيه لبس في الحته دي. طيب هنا اذا شيء ممكن تعملوه لان هو مش مهم بالنسبه لي. هو هنا بيقول ان انت المفروض تجاوب على الاسئله دي باستخدام السوبرلاتيفو. فانا ما فهمتش قوي انا ممكن ازاي استخدم السوبرلاتيفو هنا. ممكن بس اللي فاس سنسو تروفي انتريسانتي كوستو ليبرو فاقول سي لو تروفو انتريسانتي انسي اي il libro più interessante della libreria مثلا. بس الباقي بقى مش عارفه احسهم غريبين ان انا استخدم السوبرلاتيفو معاهم كاجابه. بس انتوا ممكن ايه تتصرفوا. ده بقى ايزرشيتيو مهم. ميراكوماندو ان انتوا توقفوا الفيديو تاخدوا سكرين شوت او تحلوا من الفيديو. حاولوا تحلوه اكتبوا كده من 1 ل 12 اكتبوا الاجابات وبعدين تعالوا شغلوا الفيديو تاني. المفروض ان احنا نعمل ايه
da Brown che da Bichelle ma anzi Firenze al Madrid Florenza. Completate il testo con le preposizioni semplici o articolate. Che hanno fatto l'anno con il grammatica tetto in età di forse il che da hanno fatto preposizioni semplici o articolate le ha fatto gol il posito o un mercaba le ha maha articolo il hadaf minno مش ان احنا نرجع على البريبوزيشن الهدف منه ان احنا نستفيد من ناحيه الكولتوره وبما اني مش مهتمه بالكولتوره الحاجات دي بالنسبه لي احب ان انا اشوفها عملي فاحنا هنحل جراماتيكا وهقرا على كده اللي عايز اي معلومات بقى عن اي مونومنت موجود هنا يقدر يعمل بقى ايه بنفسه سيرش عن المونومنت ده طيب يلا ممكن بقى تاخدوا سكرين شوت وتوقفوا وتحلوا وبعدين ترجعوا لي تاني Firenze, piazza della Signoria, è considerata una bellezza d'Italia. Tra l'altro, per la grandezza di Palazzo Vecchio, la monumentale Fontana del Nettuno, la coppia punti Davide di Michelangelo, una punti sue opere migliori, il Perseo, capolavoro di Benvenuto Cellini, e infine il Ponte Vecchio. È come visitare una raccolta punti straordinarie opere d'arte. I cittadini postano accanto punti queste meraviglie e quasi non le notano. Sono abituati punti cose belle. Gli stranieri restano incantati, diceva Indro Montanelli, Toscano è uno punti maggiori giornalisti italiani. Dei fiorentini bisogna salvare almeno un carattere, quello dell'amore che hanno punti loro città. Ma io amavo la Firenze vecchia, la città medievale, punti stradine strette e le botteghe degli artigiani aperte sulla via, che non cerco punti ritrovare perché ormai non c'è più. Sono parole piene, punti, malinconia, ma le cose sono cambiate ovunque e certe atmosfere sono sempre più difficili, punti, scoprire. Specialmente in un ambiente storico come questo, si cammina, si vive, come tra le pagine di un manuale di architettura. Solo che, punti, tetti dei palazzi ci sono ormai le antenne della televisione. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيتكلم ان فيرنسي مدينة جميلة جدا تعتبر bellezza d'Italia, جمال إيطاليا واضح في فيرنسي. يعني condivido l'opinione pienamente وأيد بشدة. Tra l'altro per la grandezza, عشان كمان بقى بالذات ايه جراندتسا عظمة ايه بقى البالاتسو فيكيو ده طبعا كلها اماكن بقى الحاجات اللي هي مكتوبة الكورسيفو ده بالمايل كده دي اسامي المونومنتي فونتانا دل نوتونو مش عارفة لاكوبيا ودافيد دي ميكيلانجلو الحاجات كلها في صور تحت ممكن تبصوا عليها وعامتها ممكن تعملوا سيرش بقى عامتها مهتمين وكمان بيقول لك مش عارفة الاوبرا او الفن العمل الفني اللي اسمه بيرزيو كابو لابورو اللي هو الماستر بيس يعني بتاعت بنفينوتو تشيليني طبعا دي كلها اسامي وكمان عندنا البونتي فيكيو المكان اللي اسمه بونتي فيكيو اعتقد ده جسر يعني كومي فيزيتاري وانا ركلت اكنك بتزور او بتبص على مجموعة من الاعمال الفنية الرائعة كل ده فين بقى في الشوارع في الاماكن بتاعت فيرنسا نفسها لكن بيقول لك اي تشيتاديني passano accanto جنب الحاجات دي جنب المونومنت المرافيليا هو بقى بيسميها مرافيليا المعجزات دي او الحاجات الفظيعه دي بس من غير ما يلاحظوها quasi non le notano ليه لان هم sono abituati متعودين ان هم يتفرجوا على الحاجات الجميله دي لكن الاسترانيري اللي هم بقى ما بيروحوا كتوريستا بيرستانو incantati يعني مدهوشين واو وبص ايه الجمال ده فكان الشخص اللي اسمه اندرو مونتانيلي اللي انا معرفوش ده عبارة عن واحد توسكانو من توسكانا بيقول ايه بقى كان بيقول هو كان اعظم يعني من اعظم الايه الجورناليستي الصحفيين
ان الفلورنتيني يعني او سكان فرنسا المفروض ان هم يلاحظوا الحاجات دي اكتر من كده يعني، ومش عارفه ايه، بيحبوا الشيطات بتاعتهم. وانا كنت بحب بقى فرنسا الذكية، فرنسا القديمة اللي كانت في العصور الوسطى، اللي كانت سترادينا، التصغير من سترادا يعني الشوارع، ستراتا ضيقة، لبوتيجي، بوتيجي اللي هي كانت اللي هي نيجوتسيو، بس عارفين دلوقتي نيجوتسيا لكن زمان كان اسمها بوتيجي، اللي هو محلات صغيرة قديمة عتيقة كده، بتاعت ارتيجاني اللي هم الحرفيين اللي بيشتغلوا بايديهم بيعملوا اعمال يدوية، ابرتي سولافيا اللي كانت مفتوحة، عارفين يعني زي ما تعتبروا اكنكم ماشيين في الحسين، و تاني ده اسمه ايه نسيت اسمه، بس هما شارعين مشهورين في ايطاليا يعني الحسين والحاجات دي. فهي زي مصر القديمة كده، هو بالنسبة له فرنسا القديمة. وكنون شاركو مش عارفة ايه، انا دلوقتي مش لاقي الحاجات دي لان هي ما بقتش موجودة. الكلمات دي ممكن تكون ان هي مليئة بالحسرة او بالتحسر لان الحاجات دي ما بقتش موجودة دلوقتي، لكوزي سونو كامبياتي، الدنيا اتغيرت وفونكوي في كل مكان، وبقى فيه جو دلوقتي او المناخ دلوقتي اصعب من زمان. سيمبلشمنتي ببساطة الامبيانت ستوريكو، المحيط او البيئة التاريخية اللي كانت موجودة دي مبقتش موجودة، كان الانسان بيمشي براحته وبيعيش اكنه عايش في صفحات مانوالي، دي اركيتكتورة، لكن هو ماسك مانوالي، مانوالي اللي هو بيتقال برضو ليبرو دي استروتسيوني، اكنك ماسك مثلا مخطط لاركيتكتورة يعني، من كتر هي جمالها الاعمال الهندسية اللي فيها وكده، اكنك ماشي في مخطط لعمل هندسي رائع من كتر جمال الشوارع والحاجات دي. لكن الاسقف بتاعة البلاتسي العمارات دلوقتي ما بقاش فيها غير اتن ديلا تلفزيوني اللي هي بتاعة الدش دي، ما بقاش بقى فيه الاسقف القديمة دلوقتي والقبة والحاجات الجميلة اللي كانوا بيعملوها في الاعمال بتاعة فرنسا قبل كده. ده معناه الحل بقى، لو انت لسه ما وقفتش الفيديو وقفه دلوقتي وحل البريبوزيتيوني وبعدين تعالى كمل. طيب يلا بينا، نمرو ونو عندنا هنا لا كوبيا ودافيدا دي ميكلانجلو، طبعا ده الرسام المعروف يعني، وده تمثال بتاعه هو نحته يعني، فهتبقى الإجابة بتاعتها دل. نمرو دوي هتكون اونا دل سو اوبرا ميليوري، طبعا اونا دي يعني واحدة من احسن اعماله الفنية. بعد كده نمرو تري هتكون دي preposizione semplice senza nessun articolo di straordinarie opere d'arte una raccolta di مجموعة من، ومش ما فيش داعي هنا ان احنا نستخدم diciamo يعني اسمه ده preposizione articolata لان احنا مش محتاجين نعرف قوي الstraordinarie opere d'arte يعني. numero 4 هتبقى a perché a عشان طبعا accanto a، طب ليه مش accanto alle مثلا؟ عشان queste طبعا دي معلومة قديمة جدا، أدوات الإشارة ما بتاخدش ايه قبليها articolo determinativo لان هي معرفة بذاتها، فهتبقى a. بعد كده numero 5 هتكون alle اللي هي alle cose belle sono abituati، abituarsi a يتعود على، الصفة منها sono abituati a، ونحط هنا articolo عشان cose belle على الحاجات الجميلة. نمرو 6 هتكون داي مش عارف طب ايه عامل ايه اجر شقه فوق. طيب سونو ابيتواتي ا alle cose belle، تمام. نمرو 6 هتبقى داي ماجوري جورناليستي ايطالياني، وطبعا اونو داي واحد من احسن الجورناليستي ايطالياني. نمرو 6 هيكون بير سكوزا سي، احنا نمرو 6 اوكي بير لا che hanno per la loro città. La loro città طبعا لازم نحط لا عشان هو يعني ما فيش حاجه ان احنا نشيل، ما فيش داعي ان احنا نشيل الارتيكولو، فلا loro città المدينه بتاعتهم. طب ليه نحط بير؟ عشان كل ان هم عندهم salvare un carattere اللي هو quello dell'amore، l'amore اللي هم اللي عندهم ناحيه مدينتهم per la loro città. بعد كده نمرة هي 8 الإجابة هتكون أو الريسبوست سرا كون لي أو دالي، كون لي أو دالي. يبقى عندنا كده الجملة بتقول ما يو أمافو لفرنسا فيكيا
La città medievale, le chemise del medioevo, flasso lusto di Stufomenhe, con le straordinarie strette, stradine strette, Bishalareha e Taye, o dalle stradine, non sono mai straordinarie, stradine strette, Bishalareha e Taye, con la o dalle. Poi, barricade numero 9, cerco che non cerco di. ما بحاولش اني الاقيها علشان ما بقتش موجوده. non cerco di, طبعا cercare di يحاول اللي هو provare. numero 10, طبعا piene sono parole, piene لازم نحط di, مليئه بي, وبعدين بعدها di malinconia اللي هو الياس او الزعل, فمش لازم احنا نقول della مثلا او كده, لا هي di كفايه. بعد كده numero 11 عندنا sono sempre più difficile da scoprire. دايما دي صفة المبني للمجهول, بتبقى da scoprire, da mangiare, للأكل للشرب للاستكشاف, ف da scoprire. sono difficile da scoprire, صعبة الاكتشاف. solo che tetti dei palazzi, tetti اللي هو الأسقف, جمع تتو, تتو اللي هو السقف, dei palazzi العمارات, ci sono ormai le antenne della televisione, اللي هو ايه الدش بتاع التلفزيون. ف numero 11 هتكون sui, che sui tetti dei palazzi, يعني فقط ان فوق الاسقف بتاعه العمارات هيكون في كذا كذا. وطبعا su فوق, والبريبوزيسيون ده ما بيجيش غير وهو معرف, فهنقول اي مع su تبقى sui. ده كده سريعا الاسيرشيتشي ده, وتحت هنا عندنا شوية صور. فين الصور؟ هنا هو بيقول nel primo paragrafo del testo, في الباراجراف الأول من التستو precedente si fa riferimento, بيشير إلى ad alcuni famosi tesori di arte, كنوز الفن بتاع فيرنسا. sapresti appinarli alle foto, تعرفوا ان انتوا توصلوهم بالفوتو, فطبعا وصلوا انتوا, انا ماليش خلق الكلام ده. وهنا نكمل بس الاكزرسيسيو ده اللي هو مش فاكر كان نمبر تشي ولا ايه, وبعدين نبقى ناخد بريك وناخد الاكزرسيس الاخير ونبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. نمبر 7, sempre nel testo su Firenze, دايما او لسه احنا موجودين في التستو بتاع فيرنسا. abbiamo letto una delle sue opere migliori, واحده من احسن اعماله الفنيه, è uno dei maggiori giornalisti italiani, وعمل لنا بالبولد كده maggiori و scusa migliori و maggiori. completate le frasi, بيقولنا هنا الفورم particolare di comparazione, شوية أشكال particolare يعني مخصصة كده شوية للمقارنة. تعالوا نقراهم سوا. questo dolce è più buono di quello, دي فورم عادية بس هي كلمة buono اللي هو ما بنقولش مثلا مش عارفة حتى أقولكم, بس هنشوف. questo dolce è più buono di quello, الحلويات دي اكتر لذاذة او اكتر لذة من الحاجات التانية دي. ف è sicuramente il più buono, لو هو مفيش di quello, او più buono di quello. او نشيل più buono, فاكرين في الانجليش كان في كلمات كده بدل ما بحط مثلا more, انا عارفه الانجليش انتهت بس مش عارفه, بدل ما نحط more والصفه, لا الصفه شكلها بيتغير خالص الحقيقي, مش فاكره اي اسامي بالانجليش يعني الانجليش بتاعي زي ما قلت لك. comunque questo dolce è più buono, più buono ممكن احنا نشيلها ونقول migliore, migliore di quello, è sicuramente migliore, احسن di quello. فبدل ما اقول più buono اقول migliore, احسن. la tua idea è più cattiva della mia, الفكره بتاعتك شريره او اكثر شرا من بتاعتي. ف e peggiore, يبقى migliore دي كده في المفرد migliore, ودي كده واخرها ايه في الجمع, عكس peggiore اسوا, احسن اسوا. più cattiva تتحول ل peggiore, più buono تتحول ل migliore. della mia يعني أسوأ أو أكتر شرا من بتاعتي أو أسوأ من بتاعتي.
Questo è il suo problema più grande di أكبر مشاكله. ف più grande ممكن نشيلها ونقول maggiore. Maggiore è il suo problema maggiore, أكبر مشاكله. La mia sorella più piccola, او نشيل بقى più piccola ونحط minore, الصغرى او الأصغر مني. فهما أربع أشكال: migliore, أفضل اللي هي بدل più buono، عكسها peggiore اللي هو بدل ما أقول più cattiva أو cattivo، يبقى ده كده migliore و peggiore، أحسن وأسوأ. عندنا كمان أكبر وأصغر: maggiore أكبر، minore أصغر. طبعا دول كلهم كده في المفرد آخرهم إيه، في الجمع آخرهم إيه. ما anche c'è anche Eva: i guadagni sono stati più alti del previsto، الأرباح بقت أعلى من المتوقع. بدل ما أقول più alto أو più alti ممكن أقول superiori al، أكتر من المعتاد. فنخلي بالنا بس من البريبوزيشن اللي اتغير، superiori al، لكن كانت più alti del. più alti دي ما بتستخدمش أصلا، فإحنا في الصفات عامة أو في صفات المقارنة بنستخدم دي زي ما إحنا شغالين من الليتيون السكورسا يعني. لكن لكن مع superiori ومع inferiori عندنا A، حرف جر A. superiori al previsto، أعلى من المتوقع. inferiori alle aspettative، أقل من التوقعات برضو. تمام؟ فباختصار maggiore أكبر أو أحسن، لا نبدأ بmigliore، migliore أحسن، peggiore أسوأ، maggiore أكبر، minore أصغر، superiori أعلى، inferiori أقل. فmaggiore وminore ليها علاقة بالحجم أكتر، لكن superiore وinferiore ليها علاقة بالطول، الطول أو الارتفاع والهبوط، بمعنى بقى الأرقام والأرباح والحاجات دي كلها. هنا appendice، مش عارفة appendice ده عندنا كمان ottimo. فيعني بصوا بس على appendice بازلنا numero 184، فيها شوية حاجات زيادة. وبعدين هنحل الاسيشيتيو البسيط ده. Osservando la tabella precedente completate le frasi. Le frasi numero 1، طبعا برضو يفضل توقفوا وتحلوا وبعدين نبقى نحل سوا. 1، questo programma non è tanto interessante ma è sicuramente di quello che guardavi prima. يبقى مش tanto interessante، ولكنه بالأكيد ماله، أحسن من اللي انت كنتي بتشوفيه قبل كده. أحسن تبقى migliore. طبعا نحط migliore ولا migliori؟ طبعا migliore لأنه هو programma singolare. طيب oggi la qualità della vita è a quella di 50 anni fa. النهاردة جودة الحياة بتكون أحسن من جودة الحياة من 50 سنة، فبرضو migliore. وممكن كمان تكون superiore a. طيب ليه superiore يبقى كمان مش migliore؟ هي كمعنى أو senso logico ممكن تيجي الاثنين، بس نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا، بسيطة لكنها مهمة. a يبقى superiore a، أحسن أو أعلى من بتاعة 50 سنة. انا لو مش قدامي البريبوزيشن هختار migliore كسنسو احسن، ولكن عشان البريبوزيشن احنا كده مضطرين نقول superiore. او لو انتم رايكم ان هي inferiore ممكن تقول inferiore. المهم ان هم حاجتين بيجوا مع البريبوزيشن a مش دي، لان اللي عندي هنا a. la situazione qua è، الوضع هنا ماله، di quella che mi aspettavo، المتوقع. non vedo l'ora di andarmene، انا لا non vedo l'ora، طبعا اللي هو انا متحمس جدا، او لا اطيق الانتظار، andarmene ان انا امشي اقول من هنا يعني. andarmene اللي هو verb andarsene، هو هنا في المصدر عشان بعد preposizione، ولكن المي اللي هي كانت اصلها سي لازم تتغير. خلي بالنا من النقطه دي، andarsene طبعا احنا خدناها في lezione scorsa. طيب يبقى السيتويشن هنا واضح ان هو حاجه وحشه، وحشه هتكون ايه؟ peggiore. peggiore طبعا عندنا دي، ف تمام peggiore صح. quest'anno il numero di incidenti è stato، هنا ارقام، فاحنا عندنا هنا اعلى او اقل من قبل حتى ما نشوف البريبوزيشن ده. طيب ماله بقى ارقام الانشيدنتي الحوادث؟ كان quello dell'anno scorso grazie alle misure speciali prese dalle polizia stradale، dalla polizia stradale. فواضح ان هو بيشكر في ان الارقام قلت grazie a، يعني بفضل الحاجات بقى اللي البوليسيا سترادالي، شرطة المرور عملتها. فطبعا هيبقى inferiore
Uè, mofra la scena numero mofra. È stato inferiore a quello dell'anno scorso. Numero 5, le mie responsabilità sono il musculatività di cuno delle tue, poiché io sono più grande. Io ho mascolieti, tavan, ale, men mascoliete, ale cen, يعني انا اكبر انا اكبر اعلى ممكن تيجي في دماغك بيو التو اللي هي سوبريوري، ولكن احنا عندنا حرف الجر هنا دي، فاحنا مضطرين ان احنا نستخدم حاجه من الاربعه اللي كانوا فوق. طيب مليوري احسن؟ لا. بيجوري اسوأ؟ لا. فطبعا هتبقى ماجوري اكبر، وطبعا في الجمع عشان لي مي ريسبونسابيلتا جمع، سونو ماجوري ديلي توي. L'ultima frase عندنا مينو ha 2 anni meno di me، عنده سنتين أقل مني، يعني هو أصغر مني بسنتين. è il mio fratello، طبعا دي سهلة جدا، minore minore الأصغر مني أو أخويا الصغير. وبس كده خلصنا الإزرشيسيو ده، فاضلنا آخر إزرشيسيو في الفيديو بتاع النهاردة اللي هو إزرشيسيو A. عندنا بقى الفوكابولاريو وابيليتا، هنوصف الصورتين دول وبعدين هننزل نعمل شوية ازرشيسي بسيطة جدا ونسمع اسكولتو. يعني يعتبر خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، عشان بقى الفيديو بتاع المرة اللي جاية بإذن الله يكون كله عبارة عن قطع كده كبيرة بكلمات جديدة. ممكن تاخدوا بريك ونرجع نكمل آخر جزء معانا. اوكي، عندنا هنا اكزرسيتيو بسيط بيقول لنا ديسكريفيتي اي كومنتاتي كوست فوتو، يعني اوصفوا وحطوا كومنت للفوتو دي. فمثلا ممكن انا اكومنتو كوست فوتو ان عندنا una ragazza شكلها una turista che sta chiedendo indicazioni stradali da questo uomo vecchio. Sì, diciamo mi sembra che è un cittadino. Diciamo che questa città è Venezia, questo è un cittadino veneziano e questa è una turista che sta chiedendo indicazioni stradali. Tamam, ممكن بقى تكومنت الراجل ده ان هو شكله ستانكو وقاعد مستني ايه بقى، الطيارة ولا ايه مش عارفة. Di seguito ci sono parole relative agli alberghi, ai viaggi in genere e ad entrambe le categorie. Lavorando in coppia inseritele nei riquadri corrispondenti. عندنا هنا شوية كلمات هنقسمها في الريكوادري دي تحت الكاتيجوريه بتاعت الالبرجي وتحت الكاتيجوريه بتاعت الفياجي، والهدف منها طبعا ان احنا نشتغل على الحصيله اللغويه. طيب عندنا سوجورنو يعني إقامة، إقامة بمعنى إن أنت تقيم في فندق أو كده، فهتبقى ألبرجو. بيرنوتامنتو طبعا دي واضحة من اللي هي بيرنوتاري اللي كانت عندنا فوق قبل كده اللي هي برضو يبيت. فممكن مثلا لو الاتنين بنفس المعنى هختار إن أنا أحط بيرنوتامنتو عند الألبرجي، لأن هي خاصة بإن أنت تبات في مكان معين. وسوجورنو الإقامة بوجه عام دورانتي كوستو بياجو. يعني ريتشيفمنتو استلام، ممكن ده يكون ايه سوروس كونتينو مثلا الوصل، ماشي ممكن نسيبها دلوقتي شوية. بلياتو طبعا دي التيكت، اعتقد دي ليها علاقة بالفياجو اكيد، الفياجو اللي هو بقى بالطيارة يعني كولاريو. بعد كده برينوتاسيوني حجز، دي اعتقد تمشي اكتر البرجي. فولو طيارة، رحلة الطيران اللي هي فلايت يعني، هتبقى فياجي. اريفو الوصول برضو فياجي. بارتنسا الرحيل فياجي. ستاتيوني محطة برضو فياجي. بورتو اللي هو الميناء برضو فياجي. ايروبورتو نفس الكلام طبعا المطار. باجالي الحقائب برضو فياجي. سيستماتيوني ليها علاقة من السيستم بس انا مش متأكدة قوي يعني يقصد بيها ايه الترجمة الحرفية. تمام، احنا كده عندنا سيستماتيوني وعندنا ريتشيفمنتو. نخلص كده الاكزرسيس ده الاخر وبعدين اوقف واشوف لكم عليهم واقول لكم عليهم. باسابورتو طبعا فياجي. كاميريري طبعا البرجي. كاميريري اللي هو زي الويتر في المطعم، هنا برضو الناس اللي هي خاصة بخدمة الغرف. باسجيرو راكب فياجي. كاميرا اوضة البرجي. باسابورتو متكررة تاني برضو فياجي، ممكن هنا نحطها في البرجي مثلا انهم بيطلبوا الباسبور وانت داخل تحجز اوضة لو انت توريستا يعني.
جويدة طبعا بيرجي طبعا اللي هو جويدة تويستيكا اللي هو مرشد سياحي. ميتا مش عارفة بصراحة فهنحطها تحت الكلمات اللي هنتسرش عليها. أجنسية طبعا دي شركة فغالبا بتكون أجنسية دي بيرجي اللي هو مكتب سفريات أو شركة تنظيم رحلات يعني فهتبقى بيرجي. هي أصلا هي أجنسية دي بيرجي. وهنا اللوجو اللي هو السكن برضو فأعتقد ده أكتر مع البرجي. فاحنا كده خدنا ثلاث حاجات من نفس المعنى تقريبا. سوجورنو الإقامة, ممكن تي دي تبقى فياجي زي مثلا من كلمة ترموسو دي سوجورنو اللي هو تصريح الإقامة فليها علاقة أكتر بالرحلات يعني. و برنوتامنتو ده بقى ليه علاقة أو أدق بالمبيت في مكان معين. واللوجو أعتقد برضه تبقى البرجو. طيب احنا كده عندنا ميتا وعندنا سيستيماسيوني وعايزين كمان الشيليمنتو, عايزين نعرف معناه. طيب بعد السيرش واستشارة القاموس اتضح ان ريتشيفيمنتو معناها اللي هو استقبال زي استقبال الزوار او كده, لكن مش استقبال اللي انت ترحب بيهم, لا ان انت توفر لهم مكان اقامة ومبيت والكلام ده كله. فممكن نعتبر برضو ان هي تحت الالبرجي. ميتا اللي هي وجهة مثلا فياجار سينسا ميتا ان انت تمشي او تسافر بدون وجهة, انت مش عارف انت رايح فين يعني. ممكن نعتبرها زي ديريتسيوني وجهة يعني, او انت مسافر او ماشي لاتجاه معين عندك نقطة تهدف ان انت توصل لها. سيستيماسيوني بقى فطبعا ميتا دي ممكن تبقى فياجي طبعا. سيستيماسيوني بقى هي اللي ما فهمتهاش قوي يعني, هي فعلا ليها علاقة بالسيستم و من سيستم يعني, هي سيستيما بس كمان دقيق قوي ما قدرتش اوصل يعني. فاحنا مش عارف ممكن احطها الالبرجي ان البركو فيه سيستم كده متصل ببعض يعني, ممكن بقى مش عارف. اسكولتو عندنا هنا اسكولتو هنسمعه. والكوادرنو ديلي ايزرشيتسي عندنا طبعا الاسئله بتاعته في الكوادرنو ديلي ايزرشيتسي. عندنا سيتواتسيوني وعندنا الجزء بتاع السكريبتورا, غالبا الجزء ده انتوا اللي بتعملوه. طيب سيتواتسيوني عندنا ديسكريفي لا توا تشيتا ad un amico italiano che non c'è mai stato, اوصف المدينة بتاعتك لصديقك الإيطالي اللي هو عمره ما راحها. كوزا تي بياتشي دي بيو اللي بيعجبك أكتر وكوزا دي مينو أقل, اي لوغي كي دوفريب فيديري او ان كوي ساريب بيلو تراسكوريري كوالكي سيراتا كوني أميتشي, ايه الأماكن اللي هو لازم يشوفها أو هتكون حاجة جميلة إن هو يقضي فيها بعض الأمسيات مع الأصدقاء. انتو كومبانيو نيلا بارتي dell'amico italiano, هيعمل بقى اكن هو الاميكو ايطاليانو تي فا delle domande per saperne di più عشان يعرف اكتر عن الشتا دي. النمرو 2 say A و say B يعني عندنا يعني student هيكون A و student هيكون B. واحد vai in un'agenzia di viaggi ده بقى يعني كلام بقى dialogo di viaggi per chiedere informazioni su un viaggio in Italia, يسأل عن رحلة لإيطاليا. باجينا في الابنديتش بقى اللي عندنا ده باجينا numero 194 troverai alcune delle domande che puoi formulare, شوية أمثلة للأسئلة اللي ممكن تعملها. والستودنت اللي هيكون بي lavori in un'agenzia di viaggi, a pagina 197 troverai un'offerta che potrebbe essere quasi offerta scusa quasi perfetta per A e possibili risposte alle sue domande. فانت عندك حد بيسأل عن أوفرتا لرحلة لإيطاليا وحد تاني عنده الأوفرتا دي وبيكلموا عنها, فحاولوا انتوا تتكلموا عنها سويا. وبعدين الجزء بتاع السكريبتو اللي طبعا كلنا هنطنشه, واللي انا وانا زيكم برضو طالبة كنت مطنشه لحد ما دخلت الامتحان وسقطت فيه الحمد لله. يعني هكلمكم عن الموضوع ده اكتر بعد كده في فيديو منفصل, ولكن ما تنشوش الحاجات دي دلوقتي من فضلكم. سكريبيامو un tuo amico italiano pensa di trascorrere le vacanze nel tuo paese, عايز يقضي فاكانسا في البايس بتاعتك, ما in un periodo in cui tu non ci sarai, في الوقت انت مش هتكون موجود فيه عشان تكون الجويدة بتاعه يعني. chiede il tuo consiglio su cosa fare, يعمل ايه, dove andare, يروح فين, quali città e monumenti visitare, يزور ايه. La tua risposta deve essere inventante come una brochure pubblicitaria. هتعمل اكنك بتعلن يعني عن اكنك بتروج للاماكن دي في حدود 100 ل 120 كلمة.
وده اللي بيجي فعلا في امتحان سيمز وبيحدد لك عدد البارولي والحاجات دي كلها. numero 2 dopo un soggiorno deludente in un albergo di Firenze scrivi una lettera al direttore del مدير. دي الحاجة الوحيدة اللي انا عديت فيها في الامتحان لانها كانت تحفة. عملت فيها دور الكلاينت الارابياتو، اقتبست فيها دور الكلينت اللي كانوا بيجوا لنا في الشغل، فعملت فيها شغل هايل. فانت رحت اقامت في فندق بس الاقامة دي كانت وحشة، ديلودنت سيئة. وفي اللترة دي او في الجواب ده او في الميل ده in cui esponi problemi che hai affrontato، بتعرض المشاكل اللي انت واجهتها. ed esprimi un giudizio negativo sull'ospitalità. ospitalità اللي هو فاكرين احنا خدنا ospite ضيف، ospitale يعني مضيوف، دي صفة. ospitalità ده بقى السستانتيفو الاصلي اللي هو الضيافة نفسها. فانت بتطلق احكام على احكام سيئة على الاضافة، الاستضافة، ان المكان كان سيء، ملاية متوسخة مثلا، الاريا كونديسيوناتا كان بايظ، التلفزيون مثلا ما كانش بيجيب القنوات اللي انت عايزها، الاوضة ما كانتش سيلنسيوزة. في حاجات كتير من اللي احنا اخدناه النهاردة نقدر ان احنا نوظفها. فده هيبقى تطبيق عملي. الزشيتي اللي فوق كان شفوي، الزشيتي نمبر 5 كان او المفروض يبقى كتابي عشان تتاكد ان انت استوعبت محتوى الاونتا كويس جدا. و لا بروفيسيوناليتا ديل بيرسوناله الاحترافيه بتاعه الناس اللي شغالين هناك، لا كواليتا دي سيرفيتي الكواليتي بتاعه الخدمات المتوفره هناك، وهكذا. من الكوماندو راجاتسي اعملوا الزشيتي دي مع اي صديق فيكم بيتعلم ايطالي، اكتبوا الحاجات دي، وانا دايما يعني disponibile ان انا ان شاء الله لو كتبتوا اي كومنت في الحاجات دي او عايزين مثلا كلام كتير فتكتبوه في ورقه وبعدين تصوروه وتنزلوه على الجروب وسواء انا او حد تاني صححه، دايما الحلول كلها موجوده ولكن اشتغلوا وانا ان شاء الله صحح لكم. لان انا كده يعتبر دوري خلص في الفيديو ده، فاضل لكم عندي بس ان انا اشغل الاسكولتو ده وبعدين انتوا بقى تبصوا على الكوادرنو ده اللي ايزيشيتسي وتحلوا بقى اللي فيه. والكوادرن ده اكيد موجود على النت، انا ما بصيتش فيه بصراحه بس هو اكيد موجود على النت يعني. فيلا بينا نسمع اسكولته وبعدين هنكون خلصنا النهارده. Unità 3 quaderno degli esercizi. Lei com'è diventato albergatore? Diciamo che sono un figlio d'arte. Da giovane per anni sono vissuto in albergo. Già i miei nonni avevano due alberghi in questa zona. Poi ho terminato l'università, ho frequentato una scuola alberghiera, ho affiancato mio padre per una decina d'anni, fino a quando mi ha passato lo scettro, per così dire. Immagino che nel flusso di un albergo ci saranno sicuramente vari momenti, vari periodi. Quali sono quelli più affollati? Vabbè, è decisamente il periodo estivo. Però anche in primavera c'è un discreto flusso. Ci sono poi clienti più o meno fissi che vengono nella nostra città praticamente tutto l'anno per fiere o cose del genere. Da dove vengono prevalentemente i clienti? Ma direi da tutto il mondo. Gli italiani sono al primo posto, poi ci sono i tedeschi e gli inglesi. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche alcuni clienti cinesi, sì. Lei ha notato delle differenze tra i clienti italiani e quelli stranieri? Certo, certo. Ci sono sempre differenze tra le nazionalità, ma per noi non è un problema. Tra l'altro sono molto molto contento dei miei collaboratori, che sono validi, affidabili, molto professionali. Oltre al sistema tradizionale delle prenotazioni, utilizzate anche il sistema internet, quindi prenotazioni online, eccetera? Sì, beh, per le prenotazioni ci siamo adeguati anche noi. Molto comodo, tra l'altro, anche se usiamo ancora il fax. Molto, parecchio. Ovviamente internet è utile sia per ricevere le prenotazioni, ma lo offriamo anche a tutti i nostri clienti dalle camere l'accesso direttamente a internet, dove le stanze sono predisposte per i collegamenti anche wireless. Allora, signor Gardani, a questo punto mi aspetto che lei mi illustri i servizi offerti dal suo albergo. Ma li illustro con gran piacere, è un ambiente tranquillo, riposante, un'assoluta privacy, le camere, possibilità di colazione in camera, cassaforte, minibar, piscina con idromassaggio, una zona per le attività sportive e giochi per bambini. Inoltre abbiamo un grande parcheggio privato e poi abbiamo ovviamente le biciclette a disposizione per esplorare le magnifiche zone qui intorno. È vero, ho visto un panorama stupendo dal vostro ingresso. Sì, un panorama che tra l'altro è possibile vedere anche dalla sala da pranzo, per esempio, tematizzata come il soggiorno del resto, la sala lettura, l'American Bar.
e anche la cucina. Sicuramente dal punto di vista della cucina offrirete dei piatti speciali della vostra regione. È un po' il nostro punto di forza, la cucina che curiamo con particolare attenzione, permette un po' di gustare tutti i sapori tipici della nostra regione. La parte gastronomica, come me la descrivi? Colazione, c'è un buffet ricchissimo, sia pranzo che cena tutti i giorni c'è menù a scelta con pesce, carne, buffet con verdure fresche. Signor Gadani, la ringrazio molto della sua disponibilità e della sua gentilezza. Grazie a lei e arrivederci. Ok, mi raccomando ragazzi, smau, yani il dialogo da vezde, tu amma da quel unità, la had zai kede tiani, li kan quel unità bia fia, ascolto fil akhir kede, atqal min kull marra. Fammi raccomando, smau ala alla 10 minuti, rgao bil video, shagalo tani, mumkin tubattaqo il video, mumkin tishagalo il sottotitolo bta' YouTube, mumkin tilaqo katib lukul sottotitolo in italiano taht, fa smau kwis istu'abu, mumkin tinazzilu il... il quaderno degli esercizi, ممكن يكون كاتبين الترانسكريبشن الكلام ده كله ممكن يكون مكتوب في الكوادرن ده الاكزرسيسي طبعا هيسهل عليكم كتير بس هو الموضوع باختصار عباره عن انترفيستا او لقاء صحفي مع واحد مسؤول فنادق والكلام ده كله البرجيري ف هو بيعمل ايه بيقول له بقى انت ازاي كومي سيدنتاتو ازاي انت بقيت شخص كده مسؤول فنادق ودخلت المجال ده يعني فقال له انا وارث الموضوع ده عن بابايا وبعدين درسته وبحب المهنه والكلام ده كله طيب انتوا ايه الوقت اللي في السنه بيكون افلاته مزدحم بالناس فبيقول لك طبعا في اغسطس ووقت العطلات الصيفيه والحاجات دي بس حتى طول السنه بيكون عندنا ناس جايين عشان يقضوا الفاري بتاعتهم اللي هي العطلات السنويه بتاعتهم حتى لو في الشتاء او كده طيب انتوا بتشتغلوا ايه الجنسيات اللي بتجيلكم فمش عارفه البريمو باس البريمو شوكا البريمو ايه كده اللي هو البريمو بوستو سي البريمو بوستو الايطاليين الايطالياني فالايطاليين اكتر ناس وبعدين جنسيه تانية كده وبعدين قال في الاخر كمان بقى بيجي لنا مؤخرا تشينيزي فقال له طب انتوا عندكم مشكله في اختلاف الثقافات دي عشان اكيد في ديفرنس يعني في الناسيوناليتي فكل واحد عنده طبع مختلف وكده فالقوا طبعا في ديفرنس بس احنا بالنسبه لنا مش مشكله واحنا بنعرف نشتغل يعني مع جميع الجنسيات طيب الاوض بتاعتكم بيقولوا كده مي اللوستري يعني وضح لي او نورني كده زي ما بنقول عندكم ايه فقالوا الاوض بتاعتنا هاديه وبعيده عن الدوشه وفيها انترنت وفيها مش عارفه مساج وفيها بشينه وحاجات كتير كده وعندنا كمان الانترنت وايرلس مش بس هو بالكابلات يعني واحنا كمان بنوفر خدمة ان انت ممكن تحجز معانا عن طريق الانترنت او كمان بالفاكس مش لازم انت تليفوني كمان انت وفي الاخر بقى قال له ايه مش فاكرة قفل معانا ايه تقريبا هو ده بس يعني وشكرا على لتوا ديسبونيبيلتا شكرا ان انت جيت يعني وشكرا على وقتك والجودة عفوا على ايه مع السلامة ومع السلامة بس كده فهو عشان بس انترفيست حقيقية او يعني واي كأنها حقيقية فبرضو جودة الصوت وسرعة الكلام والكلام ده كله اسمعوه اكتر من مرة فصلوا الكلمات اللي فيه قلدوه واتكلموا معاه استفيدوا بالمحتوى على قد ما تقدروا وانبوكلوه ارفيدرتي.